سلام بنات، معكم نورا من يوميه نورا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، ونلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده اللي غادي نحضروا فيها كوزاميه اللي غنيه عن التعريف. مؤخرا كلشي ولا كتعجبوا هذه الاكله بزاف، يعني كتعجب اي كبير اي صغير كيبغيها. ومع هاد الحاجه الصحية الله يخرجنا منه بخير وعلى خير، هكا يعني ما بقاش الواحد ياكلها على برا، علاش لا ما نصوبوهاش في دارنا. وراه كتجي بحال على برا البنات، يعني كتجي بنينه بنينه بزاف. نتمنى انها تعجبكم ومنطوش عليكم الفيديو، ندوزو المقادير اللي عندنا. هنا انا عندي الفريت، يعني الفريت عاديه اللي غادي نقليها. عندي الساترو ديال الحليب بالنسبه للبيشاميل، عندي جوج معالق ديال الدقيق البيض، وعندي واحد معلقه كبيره ديال الزبده، يعني معلقه كبيره البنات ديال الزبده عامره. وعندي هنا الوزه اللي غادي نحط منها غير شويه ماشي بزاف. عندي شويه ديال الكسه اللي انا دايره فيها القامه ديالها، شويه الملح، شويه ديال البزار، شويه التحميره، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال الزيت. الزيت البنات كيخلي لينا الكفته ديالنا كتجينا رطبه وما كتكونش لينا يعني هكا ناشفه. عندي شويه ديال السدر اللي مقطعه انا بحال هكا شويه طويل. عندي هنا داند فيمي، داند فيمي راك عارفين البنات بانه كيواتي الكوزاميه بزاف، كيعطيها واحد البنه زوينه. عندي هنا الفرماج موتزاريلا محكوك، عندي الفرماج الاحمر حتى هو محكوك، عندي الملح، وعندي البزار، وعندي واحد شويه ديال خرقوم بلدي، عندي الزيت العاديه وزيت العود، وعندي شويه ديال الصوجا. مهم البنات ما نطولش عليكم الفيديو، وغادي ندوزو طريقه التحضير، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. دابا البنات انا راه درت هنا الفريت ديالي تقلى. الفريت انا ما كنديرش فيها الملح تقلى بها، حيت كما شفتوا عندنا الفرماج، عندنا داند فيمي، كلهم كيكونوا يعني مالحين. وعاد باش الكفته ولا داند ديالنا غادي نديرو فيهم حتى هما شويه ديال الملحه، داكشي علاش الفريت بلا ملحه. غادي ندوز انا دابا نوجد البيشاميل هي الاولى ونخليها على جنب. غادي ناخذ هاد معلقه ديال الزبده، غادي نخليو هاد الدوبيه الاولى معلقه ديال الزبده، اما بالنسبه للبنات انا فاش غادي نقدم هاد الكوزاميه ديالي انا غادي نديرها يعني في هاد يعني هاد فين كدار الكوزاميه الحجم الكبير، يعني حجم عائلي هذا. نتوما بالنسبه لكم راه تقدروا ديروا غير هاد يعني هاد التواجدات الصغار اللي بغاها فرديه، ما كاين حتى شي مشكل، غير غادي يقسم هذا الشيء على حسب العدد اللي غادي يدير. انا غادي نديرها اليوم وحده كبيره، وانتم غادي يبقى لكم اختيار. هنا راه غذبت هي الزبده، غادي نزيد عليها هاد الفارس هاد جوج معلقات، وغادي نحركهم هكا دغيا هكا. البيشاميل تاع هي البنات راه كتصوب بطرق عديده، يعني ما كايناش غير هاد الطريقه. غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الحليب ماشي بزاف، ونحرك مزيان هكا. باش ما يتكتش لينا هذاك الدقيق ديال اللي درنا مع الزبده صافي. دابا غادي نزيد لهم الحليب اللي عندنا هاد الساترو، ونحركو مزيان البنات، نحركوها مزيان ما نوقفوش من التحرك حتى تعقى لينا البيشاميل ديالنا. المهم انا غادي نبقى هكا نحرك فيها حتى تعقى ورجع معاكم. البيشاميل عندنا راه عقدت، يعني ما نعقدوهاش بزاف حيت مازال غادي تعقد لينا حتى نطفي عليها البوطه.
صافي انا غادي ندفع ليها الضوطه، غادي ندوز نضيف ليها واحد شويه ديال البزار هكا، يعني ما نكثروش، واحد كراس معقد ديال البزار، واحد شويه ديال الملح كما قلت لكم، الملح ما نكثروش حتى في البيشاميل، حيت عندنا الفرماج مالح ودان فينيك هانتوما، غير هذا راه كافي غير هاد الكياس. وبطبيعة الحال ملي كنقولو أدوية البيشاميل راه بطبيعة الحال كنديرو ليها الكوزة، الكوزة باش تعطينا واحد المذاق رائع بزاف كما كتشوفو، واحد حتى هكا ديال الكوزة صافي. غادي نخلط كلشي مزيان بحال هكا، وغادي نحطها على جنب، غادي ندوز نحطها على جنب، وغادي ندوزو دابا غادي ناخد هكا واحد الوقلة اللي غادي ندير فيها الصدر، وغادي غندير فيها الكفتة ونشعل عليهم ونقص البوطة الصدر. البنات غادي ناخد غادي ندير الزيت كله، القيطة البنات ديال الزيت في الصدر ما تكثروش، يعني هكا القيطة، وغادي ندير شوية ديال زيت العود، اللي ما بغاش يدير زيت العود يقدر يدير غير الزيت العادي بحال هكا، وغادي نزيد عليهم هداك الصدر ديالنا نزيد لهم شويه ديال الملح حتى شويه ديال البزار هكا، واحد رشيشه عفوا البنات واحد رشه خفيفه ديال الخرقوم بلدي، يعني رشه خفيفه كما شفتوا معايا صافي. غادي نخليهم يتقلاو لينا مزيان يتشحر لينا هذا الصدر، غادي ندوز دابا ندير هاد الكفته، الكفته هكا غير هكا بهاد العشق ديالنا، يعني هكا نفرتوها، غندير عليها واحد شويه ديال الزيت، بحال هكا صافي. نبقى نخدمها هكا بالعشق نفرتها مزيان، ماشي تتولي لينا صغيرة مفتتة، يعني غير شويه نخليوها هكا شويه باينه. المهم البنات انا باش نطولش عليكم الفيديو غادي تشوفوا معايا كاع المراحل، خليكم معايا. دابا البنات هاد الصدر ديالنا كيما كتشوفو راه طابينا، حتى الكفته ديالنا هانتوما الكفته كي غادي ندفع ليها باش ما تنشفش لينا وتجينا هكا تقلينا رطبه. غادي نزيد دابا شويه ديال الطاجه على هاد الصدر ديالنا غير شويه، كيجي واحد المذاق زوين بزاف ديال الطاجه مع هاد الصدر، هذا مزيان. صافي دابا غادي نفع على كلشي، وغادي ندوزو نقادو هاد الكوزامية ديالنا، خليكم معايا. دابا البنات الله اكبر، من بعد ما وجدنا كاع المراحل ديالنا، يعني هاد الصدر هاد الكفته الفريت بطبيعة الحال، من بعد ما تقلات ليا حطيتها هكا في واحد الطبسيل باش تصفى لينا من الزيت،
هذا الطاجين ديالنا انا دهنته هنا بواحد شويه ديال الزبده باش ما يلصقش لينا هادشي ديالنا. هذا البنات راه طاجين عادي يعني غير ديال الدار اللي كنطيبو فيه وانا درت فيه كوزامي يعني ديما كنديرها فيه. اصلا هذا راه هو اللي كدار فيه الكوزامي باش معروفه. دابا غادي ندوز نحط هادشي ديالنا. يعني انا عطيتكم اسهل طريقه البنات يعني بالنسبه للمبتدئين غتجيهم سهله خصهم غير يتبعوا الفيديو. غادي نحط هاد الفريت هنا ونحيد هادو باش نوريكم نقرب ليكم هاكا. كما قلت لكم هاد الداند فيه هنا انا قطعته هاكا طويل. نزيد عليها الداند فيمي غادي نضيف انا كلشي يعني في خطره نضيف واحد الدجاج او هاد الصدر اللي عندنا نزيد عليهم هاد الكفته غادي نخلط كلشي هكا. اما بالنسبه للبيشاميل ها هي راه عندنا حتى هي واجده نحركها هكا تحريكه خفيفه. المهم انا غادي نخلط هادشي كامل مزيان يعني الفريت هاد الكفته كلشي يعني تخلط لينا مع بعضياتو ورجع معكم. دابا البنات من بعد ما خلطت هذيك الفريت ديالنا مع كاع هذوك المكونات اللي عندنا كما شفتوا معايا راه زدت ليها واحد شويه ديال البشاميل هكا واحد جوج معالقات ديال البشاميل كبار وزدت عليها واحد شويه ديال الموتزاريلا هكا باش تجينا معلكه يعني غير شويه ديال الموتزاريلا. دابا غادي ندوز نضيف هذيك البشاميل اللي بقات عندنا يعني هكا. البشاميل هنا ما كثرتش نتوما الا كتبغوا البشاميل كثيره زيدوا يعني على هذاك القياس اللي عطيتكم هكا. صافي غادي نسرح شويه هاد البشاميل من الفوق غادي نزيد عليها الفرماج الاحمر والفرماج الموتزاريلا يعني هما اخر حاجه كنضيفوها نحطها هكا. ناخذ موتزاريلا الفرماج هكا كما قلت لكم انا راه درتها اليوم في هاد يعني هاد الطاجين ديالنا اللي كبير يعني حجم عائلي. نتوما تقدروا ديروها غير في الفرديه حتى هي كتجي زوينه كيبقى لكم طبيعة الحال نتوما الاختيار. وتقدروا هكا ديروها يعني غير بالكفته او مثلا تقدروا ديروا غير هذاك لاداند فيمي والصدر يعني كما درتوا ليها راه كتجي زوينه البنات يعني راه اي طريقه درنا بها الكوزامي كتجينا بنينه. مي انا كنفضل هكا نديرها ميكس كتجي حسن. صافي دابا البنات غادي ندخلها الفران انا مشعلاه من قبل غير يدوب لينا غير هذا الفرماج ديالنا ونتلاقاو في الشكل النهائي.
دابا البنات من بعد ما خرجنا الكوزامية ديالنا من الفران، كما قلت لكم انا خليتها هنا يعني يذوب ليها الفرماج ديالها، وهكا تحمر لينا من الفوق يعني باش تاخذ واحد اللون اللي كيكون زوين. ننصحكم البنات اننا نصوبوها هكا في الدار، يعني الا بغينا ناكلوها على برا راه غادا تطلع لينا غاليه مقارنه الى صوبناها في الدار، وكتجي بنينه في نفس الوقت وشي حاجه ديال الدار ما كاينش بحالها. غادي نقطع لكم تشوفوا كيف جات. هانتوما راه كتجينا زوينه بزاف البنات، نتمنى انكم تجربوها. هانتوما شوفوا كي كتجينا معلكه بهذاك الفرماج ديالنا، هانتوما وهذيك البيشاميل. انا كما قلت لكم هنا راني درت يعني الفريس ما كثرتش بزاف، نتوما الا بغيتوا تكثروا غادي تزيدوا في يعني في المقادير ديال الفريت وهكا البيشاميل الا كانت كتعجبكم يعني فيها البيشاميل كثيره. ونتمنى انكم ديروا لي لايك وتخليوا لي تعليقات زوينين بحالكم، وإلا عجبكم فيديو ديروا ابوني القناه باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايين.